واحد بقى بيقول اللي بعده في اول الحلقه مش في اخرها، يعني مش عارف ده بيسموه ايه. فاحنا هنخش على اللي بعده. طبعا اللي بعده برضو مروان موسى ما كدبش خبر وقام ردد على ابي يوسف، يعني فاهم، على طول على السخن على السريع، يعني ما ادهوش فرصه يتنفس حتى. بس فاحنا هنخش على طول ونشوف فيه ايه اللي بيحصل، هنعمل ايه. امر المولى عز وجل، يعني ده مجالنا واحنا لبسنا فيه ما باليد حيلة. اقوى مسا بس على الناس، نسيت امسي عليكم، بس معلش يعني اعذرونا، يعني فانتوا خلاص ما بقيتوش غر، خلاص اتعودنا على بعض مع بعض كل يوم لغايه ما نخلص الليله الزرقاء اللي احنا فيها. يلا يلا على هادي بقى، فاهم، عشان ايه تكمل معانا. يلا شويه شباب، يلا نشوف بقى اللي بيحصل. تمام، مروان موسى قرر ان هو يرد عليه بتراك اسمه سخنت جامد، وده تحس ان هو ترول على التراك بتاع ابي يوسف اللي اسمه تخنت جامد من اولها كده، وهو بيترول عليه اصلا، يعني فاهم. خلينا نشوف هيعمل ايه. يعني اتمنى ما يبقاش زي كل في السليم والحاجات اللي كانت في الحمام دي يا عم موسى، اتمنى والنبي. تمام، يعني اخرج من الحمام شويه وادينا شغل بقى عالي. طبعا مش محتاج اقول الانتاج انتاجه. تمام، خلينا نشوف مين اللي سخن جامد، هو ولا ابي يوسف. يلا يلا قول يلا. معلش، هو انت على طول كده بتسمع الكلام؟ يعني يقول لك واو ده وضع بقك الطبيعي، تقول له انا بعد كده هقول لك عاش واو ايه يا اسطى في؟ لا هنا ما ينفعش تبقى مطيع وتسمع الكلام، لا انت مش معاه يعني، فاهم، انت لوحدك دلوقتي، ركز ركز. انا عارف ان قاعد انت كده بتقلده يعني، فاهم، بس مش معنى ان هو يقول لك حاجه فانت تعملها، مش صح خالص، يعني النقطه مش حلوه، وهي هو اصلا ما كانتش حلوه في البدايه، فاهم. تمام خلينا نشوف، هو داخل عمال بيظبط البيت يعني، فاهم، نخش ونسمع. يلا قول يلا. فرح يا بنتي وقابل حبيته البيت من بعده، سندكم كتير ارانب، المره دي ما سخنتش سنه، لا انت سخنت جامد، حرام افتكر اني قلت فريند فعلا اسامي، معايا معشره مناسبه للمهزله، انت بتتنرف مش مصدق، طب ما تولع يا اسطى في نفسك وبتعترف، طب ده كويس قلت انك تحت من نفسك، ده انت وصل بيك الحاله انك بقيت سميد المزنق، اخر هدايا ليك، بحاول افتكر. ايوه كنت انت والاباصوره في تراك الكتل، ومن ساعتها مالكش هيت ولا فيديو واحد عدل، وجودك في المجال بقى صفر، انا معتبرك معتزل، بتغير مني وده دليل اني جايب مني كتير، كاني مدير امري، عندنا الحريف شمري، عكيت الكبير كني لول بيضا على البيت، حاسس ان البيت هندي. لا جامد، ايه ده؟ ايه موسى في انت رافع ايه؟ لا حلو حلو، الاداء مش متوقعه الصراحه. ايه ده؟ ايه الشغل وايه الاداء العالي؟ لا جامد الصراحه، اداؤه عجبني بعيد عن البدايه والمقدمه اللي انا قلت لك عليها، بس الاداء عالي، والبارات برضو فيها ايه لسواعه كده من تحت، وفيها رد برضو. خلينا نشوف بيقول ايه. بيقول لك في ناحيه جوز شباشب، في ناحيه بنتلي وابل، وطبعا جوز الشباشب دور المكسيك يعني، والناحيه الثانيه بنتلي وابل اللي هو ايه دليل على ان هو عايش مرفه. كده قال لهم حبيتوا البيف من بعد سندكم من غير ارانب، وان مروان موسى من بعد ما دخل معاهم البيف اللي فات ما بقوش يجيبوا ارانب، ملايين الفيوز يعني، فعشان كده هم حابين البيف معاه، وان هم ما عملوش فيها حاجه، وهو بس اللي بيعمل ارانب. تمام، بعد كده بيقولوا المره دي انت ما سخنتش سن، لا انت سخنت جامد، حرام افتكر اني قلت فريند فهنتزامل، اللي هو ردد بالبرد على البار بتاع ابي يوسف ساعه ما قال له ما تقولش فريند عشان بقر، فانا بيقوله مش معنى ان انا قلت لك فريند فهنتزامل يعني، فما تعيش في الوهم يعني. تمام، بعد كده قال له اه معايا مقشه مناسبه للمقاس ده، مش محتاجه بقى نعرف يعني المقشه بتروح فين. تمام، انت بتتقرف مش مصدق، طب ما تولع يا اسطى في نفسك، على اساس ان هو قال له عشان بقرف يعني. بعد كده قال له وبتعترف، طب ده كويس، قلت انك تهت من نفسك، غالبا نص البار ده على تراك لابي يوسف كان بيقول فيه ان هو تاه يعني، غالبا سمعت حاجه كده، فانا بيقول ان هو بيعترف يعني، بيقول الكلام اللي هو بيقوله،
بعد كده قال له ده انت وصلت بيك الحاله انك بقيت سنيد المسند. وطبعا سنيد المسند دي قصد ابو الانوار، على ان ابو الانوار عامل شغل عالي السنه اللي فاتت وهو ما عملش زي ما هو عمل يعني فاهم، فهو كان بيسنده بس يعني. وهنا في نفس الوقت بيقول ان هو ما حصلش سناده زيه يعني ساعه ما قال ان انت سنادت مفرش فاهم، فهو ما حصلش ان هو يكون سناده زي مروان موسى، وبيعترف ان هو سناده كده. بعد كده قال له اخر هتايه ليك بحاول افتكر، ايوه كانت انت والاباجوره في تراك الكتل، وانه يقصد تراك باش اعتمد ان هو ده كان اخر هتايه ليه مروان موسى بيعترف بيها يعني فاهم. بس بعد كده ما جاش يعني، بعد كده قال له من ساعتها مالكش هيت ولا فيديو واحد عدل، وجودك في المجال بقى صفر، انا معتبرك معتزل. وهتلاقي في الادلب صوره بيقول بالارقام، اللي هو كل حاجه عنده بالارقام يعني فاهم، هي اللي هتثبت الكلام ده تمام يعني. هي فرشة حلوة للبداية الصراحة يعني. بعد كده قال لك بتغير مني وده دليل اني جايب منك زيت كأني مدير انبي صايع. برضو البرضو عندنا في الكلام الدارج لما بتقول لحد انا جايب منك زيت اللي هو كأنك معلم عليه يعني، وانبي انه يقصد شركة البترول يعني على اساس ان هو جايب منه زيت ومعلم عليه. بعد كده برضو بارت باهي كده فاهم، قال لك عندنا الحرير فندي عكيت الكارير انهي. فندي دي المفروض من اشهر ماركات الملابس يعني، زي ديور كده فاهم، لما قالها في تراك بيجيبهم فيها بيحب الماركات قوي فاهم، زي اديداس ونايك وكده، وبيقول له عكيت الكارير انهي فاهم، اللي هو طالما عمال بيعك ملوش ولا هتايه غير تراك باش اعتمد فاهم زي ما قال، فبطلها بقى بطلها بقى بطلها خالص يعني. بعد كده البار اللي جاي ده رمى رميه واحده على دماغ للبابا، قال لك لول بابا على الجيس، اللي هي زي ليل بابا على البيت يعني فاهم، بس عكسها بطريقه ساخره، عامل ليل لول، ولول دي المفروض كلمه معروفه في الميمز يعني، باختصار ال او ال اللي هي لاف اوت لاود، بس اللي هو الضحك بصوت عالي يعني، اللي هو بيتريق على بيتات ليل بابا اللي بيعمل لهم انتاجات في كل الشغل بتاعه، بس اللي هو بيبين ان هو معاهم فقال يجيب رجليه يعني. بس الصراحه عاش المستوى فشخ، انا متفاجئ من مستوى مروان موسى، ما كنتش متوقع كده خالص يعني، اللي هو على غير العاده يعني. نكمل، اتمنى المستوى ما ينزلش بس يلا. يعني انت الاب وهو الابن، هو اب نونه، الاب راكب العيل بس بيحبه جنونه تمام، يقعدوا بقى يحسسوا له ويصدموا له يكاتش كادر خلقه لولو فيطبلوا له. طريقتك 1% عندك 3 ابهات ما شافوش يوم واحد تربيه، كل ما انزل من الاغنيه باكل الساحه الجويه ترند عالم من غير ديس، الاوديو في منتهى الحنيه، الاوديو في منتهى الروشنه، منشا قلتها من الساعه، جمع البيتشات والجدل نص من حساب الكتاب، انا اصلا عشاء البهدله هتفضل اهبل مش مساله. فتحت التيك توك قلت يا النيله الواد انتكس، خليك صريح خليك كامل، زعلان لسه عشان كانت بيتي في العيد قالت جعان لو كده اكلك بيت رجيف ناشف على التيك توك بوقت البركان شريف خالد. يا عم بالراحه وش الواد، بالراحه على وش الواد، مش كده انت رافع ايه بجد، انت رافع ايه، ايه المستوى ده؟ لا ده مش مروان موسى اللي احنا نعرفه بجد، متفاجئ يعني. عاش ده فتح حاله على الرابع ما خلاش يعني فاهم، جايبه هو واللي معاه. خلينا نشوف ايه اللي بيتقال، بيقول لك يعني انت الاب وهو الابن وهو اب نونو، نونو دي على الانوار يعني فاهم، اللي هو ايه ابو نونو، وان ابو الانوار ابن ابي يوسف يعني فاهم. بعد كده قال لك والاب راكب العيال بس بيحب جنونه، دليل على ان ابي يوسف راكبهم يعني فاهم، وهم بيحبوا كده. بعد كده قال لهم يقعدوا بقى يحسسوا له ويصب نوله، يكاتش كادر في القالولو فيطبلوا له. حلو فشخ البار، الاسكيمه بتاعت الرايم عاليه فشخ، يحسسوا له ويصب نوله فيطبلوا له. جميل، فخور بيكوا يا اخوان، حاجه تعر يعني الصراحه، ده بعيد عن ثقافه الراب بقى والشغلانه دي فاهم، انتوا كنتوا صحاب فاهم، حاجه فعلا تعر، لا مفر من مواجهه الحقيقه يعني فاهم، انا اسف. مهم بعد كده قال له بطاريتك 1% عندك 3 ابهات ما شافوش يوم واحد تربيه، وتلات ابهات دي غالبا قصده على ابي يوسف وابو الانوار وليل بابا، ابي وابو بابا ما شاء الله. بعد كده كل منزل بأغنية باكل الساحة الجوية ترند عالم من غير ديس، الاوديو في منتهى الحنية، بيقولك يعني ان هو بيطلع ترند عالم من غير اي ديسات يعني، مش محتاج يخش الموضوع ده، هو بيخش بس عشان يمس على الناس، لكن هو مش محتاجه في كاريره في حاجة. بعد كده قالك الاوديو في منتهى الروشنة والنكشة قلتها من الزهق، بيتكلم على تراك بيج مافيا يعني، اللي هو نكشه من الزهق يعني، التراك كان روش وكان عاجبه. بعد كده قالك جمع البيتجات والجدل موسم الحساب ابتدى، بيتكلم على موسم الدسات، وخلي الصفحات الراب تتكلم واللي بيقيم يقيم يعني فاهم، مين فيهم الاجمل. وادينا شغالين اهو، هنقول في الاخر ما تقلقش المره دي حقك الصراحه يعني، بالمستوى الغير متوقع ده. بعد كده فتح له صدره بقى خلاص وقال له انا اصلا بعشق البهدله هتفضل اهبل مش مساله، فتحت التيك توك قلت يا دي النيله الواد انتكس. طبعا دي مش محتاجه شرح، قلتها في حلقه عزرائيل على اللي احنا شفنا ابي يوسف بيعمله على التيك توك يعني فاهم،
يعني تصرفات غير طبيعية تماما يعني. وقلت ربنا يهديه، أتمنى يعني يهديه ويركز في كاريره فعلا، لأنه مش مركز تماما، مش مركز ومتسوح يعني، يعرف يعمل أقوى من كده بكتير يعني، بس لو ركز. بعد كده قال له اه خليك صريح خليك جامد، زعلان لسه عشان كليباتي في العيد قالت، جعان لو كده هأكلك زبدة في رغيف ناشف يعني. هو بار مريب فاهم، بار مش سالك، ومش هينفع نقوله هنا لان ما ينفعش ما يصحش. بعد كده رجع برضو على موضوع التيك توك ده والهبل اللي بيحصل عليه، وقال له على التيك توك طموحه يجيب ارقام شريف خالد، وده غالبا تيك توكر يعني فاهم، ارقامه عاليه فهو عايز يعلي على ارقامه يعني، بديهي يعني مش محتاج. خلينا نكمل المستوى، عجبني والاداء قوي فشخ، الفلو برضو مش وحش، اللي هو بيسرد شويه حقايق مع شويه ضرب كده فاهم من تحت الحزام، فعاش الصراحه المستوى. نكمل يلا قول يا ابو بقيت كخنوبه بتعمل شغل سمت فني، فلسه صعب احسه في دمي دلوقتي، شعر الابن بامبي بدال بيج اكتر وانت جنبي، خليني في بيس كده يغطي على القلبات، تالت حفله تتلغي يا ترى ايه الاسباب، فاملي بارك سبت الفن فين بحتله عند الباب، فكما تدين تدانك شد من تحتك سكات، اه فيش تكتيك والجديد مش في الهيت، اوتو تيون مفيش تكنيك والكلام مش جديد، حتى بعد التطبيق والتكليك والتحنيك اهلا بيك في المكسيك، كابت جنسي على البيت اه لسه قاعدين بتحكوا، قاعدين بنعد في انجازاتنا انا والتيم وعفرو، ارقام وحفلات واعلانات والاتنين زائد بعض ما تحصلوش حتى واحد فينا لوحده. جامد 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 مفيش جدال صراحة يعني، مفاجئني وكل كام بار بيفاجئني اكتر، الاداء مع الليركس مع الفلو مع الاستوبات جامد فشخ، في مستوى في مستوى اللي ما يتقارنش بالنبل والاساتك اللي فات ده خالص يعني، لو عملنا مقارنة ده موسى وده موسى تاني خالص. خلينا نشوف ايه اللي بيتقال، بيقولك بقيت كلبوبة بتعمل شغل سيمب فني، السيمب ده طبعا اغلب الناس عارفاه، ده اللي بيبقى دايما مع الست ومع المرأة فاهم في اي حاجة بسبب وبدون سبب يعني فاهم. فهو هنا بيقول ان هو بقى كلبوبة بيعمل شغل السيمب الفني، وهنا بيرمي على تركية كان عاملها مع واحدة مغنية مصرية صاعدة غالبا يعني عدت من قدامي كده، اسمع للأسف اسمع معلش مش لوحدي يعني، اسمع بص الفن قول يا ماما كنجيت بس مش تحول على حسين الكلام لسه مخلص متنطط تمام، ما تجيبش حاجه ما تجيبش حاجه تمام. فهنا طبعا رامي على الكليبات العظيمه دي فصايعه وحلوه. بعد كده قال له فالديس صعب احسه في دمي، اللي هو بيرمي على شغل السيمبل اللي بيعمله ده، فهو مش حاسس الديس اللي هو عمله عليه، اللي هو انا قلت ست ده اللي هو مش حاسه فاهم اي كلام. بعد كده قال لك دلوقتي شعر الابن بامبي، شفت شفت فهمت ليه قلت لك ان الموضوع ما كانش لايق يا عم ابو الانوار، فهمت اتمنى تكون وصلت. هو خدك في بار هنا بس، فطبعا انا بيتريق على شعر ابو الانوار اللي كان عامله في تراك على طول. بعد كده قال لك ببان بيج اكتر وانت جنبي، اللي هو الناس بتعرف حجم مروان موسى لما هو بيبقى جنبه فاهم، ان هو بيبقى ايه اكبر من ابي يوسف في الشغل اللي بيتقدم على الساحه. بعد كده قال لك خبيث نط في بيف كده يغطي على الانباء، تالت حفله ليك تتلغي يا ترى ايه الاسباب، وطبعا دي مش محتاجة نتكلم فيها يعني فاهم. ابي يوسف ما بيعملش حفلات، هو بيعمل حفلات وبيلغيها على طول يعني، ما اعتقدش ان الناس بتعرف تحضر له حفلات يعني فاهم، وبتبقى ظروف بقى الله اعلم الظروف بتبقى ايه يعني. فهنا طبعا بيتريق ان هو تالت حفلة تلغيله ويسوح الناس. وبعد كده رجع لحفلة فاميلي بارك اللي هي كانت مع عفروتو وحصلت المشكلة بينه وبين عفروتو يعني فاهم، من ساعتها بيقول له سبت الفانز يتبهدلوا عند الباب، فبيضربه في حتة توجع يعني فعاش. عشان كده المستوى بتاع مروان موسى انا مش متخيله يعني، بس جامد عاش فشخ. بعد كده قال له فكما تدين تدان تشد من تحتك سجاد، مفيش تاكتيك الجديد مش في الهيت، اوتو تيون مفيش تكنيك والكلام مش شديد، حتى بعد التطبيل والتدليك والتحنيك اهلا بيك في المكسيك، كابت جنسي على البيت. جامد فشخ، مروان موسى طور مستوى الرايم سكين بتاعه بشكل ملحوظ وواضح، عالي فشخ. انا عندك انترنال رايم تاكتيك مع تكنيك وهيت وشديد، وعندك مالتي سيلبل في التطبيل والتدليك والتحنيك، وبعد كده رد عليها بالمكسيك والبيت. جامد فشخ عاش. بعد كده قال لهم لسه قاعدين بتحكوا، قاعدين بنعد في انجازاتنا انا والتيم وعفرو، ارقام وحفلات واعلانات، انتوا الاثنين زائد بعض ما تحصلوش حتى واحد فينا لوحده، اللي هو ابو يوسف على ابو الانوار ما يجيبوش واحد فيهم لوحده. انا عاجبني مستوى فشخ بجد عاش. نكمل يلا يلا قول يابا فاكتس، طب انا مش خبير لو سمحتوا
عمر ياما حاولت اساعد ونصحته، حتى موضوع المصحه من زمان انا اقترحته. دلوقتي مازن بيتكلم عن ادمان يا بجحته. يا انا تريفه كبيره بتقول حاجات عجيبه، انا جاي اجيب برسيمك، تعالى وجيب فريقك، سحبته بالطريقه انا هعمل الدنيئه، انا هجيب فيك وسيبه، تقريبا ده مصيرك. اخر حاجتين، اولا طريقتك بقت كرنج وبقت فيك، ثانيا السكر حطيتهولك في تراكين، فلما ترد عليه اخش معاك يا باشا في راوند 2. وده كان منطقي عشان انت برضه ايه لازم تشوف خف السكر، لازم ترد عليه، لازم ترد عليه، مش بهزر بجد، انت لازم ترد عليه فاهم، ما ترد عليه، اسمع ترد عليه بدس، يعني هو دسك في تراك كامل، عشان انت بقى تيجي تقول انا عامل فيتشر مع ميمو وعامل نكشتين وربع في الفيرس التاني، فانا كده رديت بقى. لا يا باشا، ترد بالتراك كامل لازم. ها جامد فشخ، جامد فشخ، والاوترو مضحكه فشخ، كنتش متخيل الليفل ده من موسى الصراحه. عاش، خلينا نشوف ايه اللي بيتقال. بيقول لك فاكتس، وهنا غالبا بيرد على كلمه فاكتس اللي قالها بيوسف في الدس بتاعه، فانا برضو بيقول له فاكتس حقايق يعني، فبلاش غباء لو سمحته، وانا ياما حاولت اساعده ونصحته، حتى موضوع المصحه من زمان انا اقترحته. دلوقتي مازن بيتكلم عن الادمان يا بجحته، بيتكلم على ان هو لقح، على ان هو كان عينه حمرا فاهم من ايه، من الشد يعني، وان هو لما مؤاخذه بالمخدرات يعني، فانا بيواجهه بحياته اللي اغلب الناس عارفاها يعني، وما شاء الله يعني بقت خلاص سيره على كل رابر وحكايه في كل ديس على موضوع الشد والادمان والمصحه، هو كان مقترحه عليه يعني في ان هو يتعالج. فبيقول له انت بالذات ما تتكلمش على الادمان. بعد كده قرر يطلع عليه نيك نيم بقى، وقال له يالا انت ليفه كبيره بتقول حاجات عجيبه، انا جاي اديك برسيمك، تعالى وجيب فريقك اللي هو ايه فريق المكسيك كله، محدش هيعرف يسد معاه، سحبته بالطريقه انا بعمل الدنيئه، فاهم اللي هو ايه شده يعني في تراك بيج مافيا، يسحبه بالطريقه عشان يجيبه على حجره ولا مؤاخذه. بعد كده قال له انا هرمي فيك واسيبك، تقريبا ده مصيرك. بعد كده اخر حاجتين، اولا طريقتك بقت كرنج وبقت فيك، لو طريقته اتحفظت وبقت ممله. بعد كده ثانيا الجوكر حطهولك في تراكين، اساس ان الجوكر ايه رجع برقم واحد ده مش انت، وقام يديله تطلب اما تطلب وراها على طول فاهم، فهو ما ردش عليهم خالص لغايه دلوقتي، فانا بيقول له فلما ترد عليه هخش معاك يا باشا في راوند 2. من الاخر هو مش هيرد عليه غير لما يرد على ايه اللي اداهوله مرتين، وده كلام منطقي يعني زي ما هو بيقول. المستوى انا متفاجئ منه الصراحه من مروان موسى، وعالي عالي فشخ بجد. عاش عم مروان، واتمنى المستوى يعلى في اللي جاي. نخش على اللي بعده، على اللي بعده، ولا انا اللقاء اللي بعده يا ابني، اللي بعده على طول.